صاحبه وفريق البايرن ميونخ، لا يمكن صاحبه بحكم أن هذه الفرق تنتمي لنفس الرابطة الكروية التي ينتمي لها نادي شالك الألماني. إذا نادي شالك يصحب ضد فريق ألمان سيتي الإنجليزي. إذا المباراة الأولى أفرزت نادي شالك ضد ألمان سيتي. لورا تسحب فريق آخر من الفرق التي احتلت مرتبة الوصيف، ألمان سيتي الذي سجل الكثير من الأهداف. إذا كلوب أتلتيكو دو مدريد، كلوب أتلتيكو دو مدريد يتقابل مع كل الفرق ما عدا الفرق الإسبانية وبالأخص نادي برشلونة ونادي ريال مدريد. هذه المرة الأولى التي يصل فيها نادي الأتلتيكو مدريد لهذا الدور وهو في مرتبة الوصيف. لويس غارسيا يسحب الفريق من المستوى الأول ما عدا نادي برشلونة وريال مدريد مثل ما قلنا. يتقابل مع نادي اليوفي. إذا أتلتيكو ضد اليوفي. إذا ستكون مباراة واعدة بأتم معنى الكلمة. مانشستر يونايتد. المان يونايتد محتل المرتبة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات، وكل الإمكانيات ممكنة بحكم أن المان سيتي وقع سحبه وليس هناك أي فريق ينتمي إلى نفس رابطة كرة القدم. إذا المان يونايتد سجل الأهداف الكثيرة في تاريخه، في تاريخ مشاركاته في الشامبيونز ليج. المان يونايتد يقابل باريس سان جيرمان، البي اس جي. اذا المان يونايتد الانجليزي يقابل بي اس جي الفرنسي، فريق ليغ 1 الفرنسي. إذا الفريق الذي سجل العدد الأكبر في دور المجموعات ألا وهو نادي البي اس جي، 17 هدفا سجلت في دور المجموعات. نادي توتنهام فريق إنجليزي آخر الذي يمكن أن يتقابل مع كل الفرق الأخرى ما عدا نادي برشلونة، لأن نادي برشلونة وتوتنهام لعبا مع بعضهم البعض في نفس المجموعة ألا وهي المجموعة الثانية في دوري المجموعات، وبالتالي لا يتقابلان مع بعضهم البعض حسب القوانين الموضوعة من اليويفا. إذا نرى بوروسيا دورتموند. نعم صحيبة أولا، الفريق الذي يسحب أول يأخذ مباراة ذهاب على أرضية ميدانية. نسحب الآن فريق أولمبيك ليوني الفريق السابق للورا، وأولمبيك ليوني يمكن أن يقابل أي فريق من الأربع الفرق المتبقية. أولمبيك ليوني هو ذاك الفريق الذي ترشح 10 مرات إلى دوري خروج المغلوب تحت مسمى نوكاوت ستيج باللغة الإنجليزية. ونرى من هو الفريق. اف سي برشلونة، نادي برشلونة باللغة الإنجليزية. ونرى من هو الفريق. اف سي برشلونة، نادي برشلونة الإسباني. إذا مباراة أخرى واعدة، أولمبيك ليوني ونادي برشلونة. طبعا ولكن المباراة ستكون مباراة واعدة بأتم معنى الكلمة. نادي روما، نادي روما الإيطالي يمكن سحبه ضد فريقين ما عدا نادي ريال مدريد بحكم أن روما وريال مدريد انتميا لنفس المجموعة في دوري المجموعات. إذا فريقان متبقيان بالإمكان أن يقابل نادي روما. اف سي بورتو، نادي بورتو، نادي بورتو البرتغالي. بورتو، نادي بورتو البرتغالي يتقابل مع نادي روما، الفريق الذي حصل على العدد الأكبر من النقاط بمعدل 16 نقطة في دور المجموعات.
لم يتبقى إلا فريق من الفرق التي احتلت مرتبة الوصيف هو فريق في المستوى الأول نادي أياكس الهولندي. أياكس أمستردام الهولندي الذي أيضا تألق في العطاء في السابق ولم تبقى إلا احتمالية واحدة. ولويس غارسيا طبعا يسحب الفريق الأخير ألا وهو نادي الريال مدريد. بهكذا نكون أنهينا قرعة دوري خروج المغلوب أو اقتربنا من انتهاء من القرعة. نادي ليفربول الفريق الأخير من الفرق التي احتلت مرتبة الوصيف ومعلوم من هو الفريق المتبقي ألا هو نادي بايرن ميونخ. إذا أنهينا القرعة بمباراة ليفربول والبايرن ميونخ وبيدرو سوف يعلق على نتائج القرعة. هناك مقولة تقول إذا أردت أن تكون الأحسن فعليك أن تنتصر على الأحسن والبقاء للأقوى مثل ما قال داروين في السابق. إذا كل المباريات ستكون واعدة لنتأمل في المباريات. المباراة الأخيرة أو الفريقان المصحوبان ألا وهما ليفربول وبايرن ميونخ هذان فرقان تفوق في السابق. ريال مدريد لياكس روما بورتو أولمبيك ليوني برشلونة توتنهام أيضا هناك مباريات أخرى واعدة ألمان يونايتد والبي إس جي. ومثل ما قلنا مباراة الذهاب تلعب يوم 12/13/19 والعشرين من فبراير. مباراة الإياب يوم 5/6/12/13 من شهر مارس في عام 2019. نحن نشكر لورا جورج ونشكر لويس غارسيا على مساعدتنا في عملية القرعة ونتمنى الحظ الأوفر للجميع ونتمنى لكم أعياد كريسمس طيبة. شكرا. تابعنا إذن مشاهدينا سحب قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا مواجهات مثيرة سنكون بانتظارها في هذا الدور.